وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو الخبير العسكري والأمني الدكتور فالح حسن الموسوي. أهلا وسهلا فيك دكتور فالح معنا. حياكم الله، تحياتي للرافدين وجمهوره والقائمين عليها. شكرا جزيلا لك. صحيفة أسوشيتد بريس رأت في قرار عبد المهدي بدمج ميليشيا الحشد في القوات الحكومية مقامرة سياسية، هل تتفق مع ما ذهبت إليه الوكالة؟ وإذا كنت تتفق لماذا؟ أولا أنا أحييك على التقرير اللي قدمته، تقرير ممتاز. اثنين، إحنا إذا ردنا نتحدث بشكل علمي يعني ما منحاز، فالحشد هو خمس أو أربع مجاميع وكل مجموعة مرتبطة. هنا أنتم تقصدون تتحدثون عن هو الحشد المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتتحدثون عن الحشد اللي مرتبط بأبو مهدي المهندس والممول من ابن خامنئي مجتبى. فإذا أردنا الحديث عن هذا، أنت سامعني موهي؟ نعم أنا أسمعك، تفضل. إذا أردنا الحديث عن هذا، أنا أنطلق من تقريركم قبل ما تتطور الأحداث وصلون في الصراع إلى الذرب ملكة وإيران، كان العمل ولا وعلى ساق تأسيس جيش شابه إلى الجيش موجود في إيران، الحرس الثوري. فكانت خطة وتسليحا وتجهيزا طيران معها الطيران أهلية للطيار دارس قتال ومخصص بالإضافة إلى التمويل. يعني سيد فالح بالكاد أسمعك بوضوح لأن الصوت يعني فيه مشكلة واضحة، أرجو أن تكون تسمعني جيدا. تسمعوني جيدا الآن؟ أنا أسمعك جيدا. اسمح لي أسألك تحديدا حتى يعني نستفيد من هذه المقابلة، هل هل تتوقع او هل تتفق مع ما قالته وكاله أسوشيتد بريس من ان هذا القرار يعد مقامره سياسيه ام لا؟ طبعا مغامره سياسيه، لانه يعتقدون انه امريكا والدول الاوروبيه وباجهزتها المخابراتيه غافله عن اللعبه. بالمناسبه القرار لا هو خاص ب عبد المهدي ولا هو خاص بالضغوط ولا هو بسبب الضغوط الامريكيه، هي لعبه وقرار ايراني بالسياس. الهدف منه شيئين، الشيء الاول هو حمايه الحشد ومن مع الحشد من الباسيين من الضربه الامريكيه المتوقعه، الشيء الثاني هو الحصار الاقتصادي وتأثيره والموارد المالية وصحته، فتحويل الحشد الشعبي أو جزء من الحشد الشعبي إلى الجيش العراقي هي طريقة للتمويل تحت خلف الكواليس كما هو الحال الآن. حتى لو كان بناء على حتى لو كان ذلك صحيحا، هل تعتقد نعم. أن الحشد سيوافق على ذلك؟ أو كيف سيتصرف تجاه هذه الخطوة؟ المعلومات الدقيقة اللي عندي، الحشد الآن سيشتغل على هيكلية الهيكلية ويتقسم إلى ألوية وأكواج وسرايا وفصائل. وبالمناسبة كل ما يدور في وسائل الإعلام الآن موضوع الدمج وما دمج، هذا أرجو أن يبتعدون عنه، لأنه بالحشد الشعبي بالمناسبة أكو ضباط خريجين كلية عسكرية، اكو ضباط خريجين كليه اركان، اكو ناس في الحشد الشعبي عندهم شهادات علميه، وبالتالي ما راح يعانون في دمج دوله. بعدين اكو جزء من الجيش العراقي الاستخدام بالحشد الشعبي، الاستخدام يعني بالمصطلح اللغه العسكريه انه هم جيش عراقي، رواتبهم عراقيه، الياتهم عراقيه، تجهيزهم جيش عراقي، لكن هم يستخدمون في الحشد. فهم الان اللعبه شنو؟ اللعبه سهله جدا، انه هم يريدون يقول لامريكا بانه الحشد تحول الى جيش عراقي، وبالتالي راح يوزعون ضمن الوحدات العسكريه او يستحدثون فرقه جديده او فرقتين او فيلق حتى. اشكرك جزيلا
هو للتغطية. دكتور دكتور فالح حسن الموسوي، شكرا جزيلا لك، وأعتذر عن رداءة الصوت من المصدر.